بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. معاكو مستر محمد الجاهز، أولى إعدادي 2022، اللغة الإنجليزية للترم الأول، كتاب جيم لمراجعة النهائية. تعالوا نبدأ بيونت 1 اللي هي My Family and Me. ولو هنقول الاسم بقى كامل كده هنقول My Family and Me، يعني مش هننطق and كاملة. تعال نبدأ بالجزء الأول بتاع الفوكاب. في هنا نبدأ بتشوز the correct answer from A, B, C or D. Number one, this is a picture my family at 4 of in. طبعا عشان نقول this is a picture ده expression بيحفظ اللي هي of، يعني هنقول of my family، يعني هذه صورة لعائلتي. Number two, your mom or dad's brother is your brother، يعني أخ. أخ بابا أو ماما هيكون العم أو الخال، اللي هو مين؟ uncle، ليه letter A uncle. ما الأنت؟ العم أو الخالة. sister أخت، brother أخ. طبعا لاحظوا أن الأسئلة دي جاية في امتحانات السنين اللي فاتت، وده من كتاب student book، كتاب الوزارة. number 3، I always to the teacher carefully، يعني ايه بقى للمدرس او للمعلم بحذر وبحرص. watch to، لا listen to، استمع الى. يبقى هناخد letter B اللي هي listen to. بلي يلعب، have عنده، لديه، يملك او يمتلك، وبتمشي بمعنى يتناول ومعاني تانية. 4، I am very dot، يعني نقطة كده الجملة دي خلصت. I don't have time to play. Don't have، ليس لدي وقت لكي ألعب. اللي ما عندوش وقت يلعب ده هيكون إيه بقى؟ busy، مشغول. من غير ما نكمل هتاخد busy يعني مشغول. free معناها مجانا أو حر أو فاضي. careful حذر أو حريص. ready مستعد أو جاهز. تعالوا نكمل باقي الصفحة. Number 5، are musical instruments، يعني الآلات أو المعدات الموسيقية. which you hit، hit يعني تضرب أو تدق عليها. to make a noise، عشان تعمل بقى الصوت. دي هتكون pianos اللي هي البيانو، guitars اللي هو الجيتار، drums الطبلة، flutes المزمار أو الناي. طبعا احنا عرفنا ان احنا هناخد الطبلة drums، ليه؟ هي اللي بنخبط عليها وتعمل الصوت بتاعها اللي هو hit، يضرب او يدق. ونويز اللي هو الصوت بتاع الايه؟ الطبلة. ادخل على number 6، your parents، والديك، brothers and sisters، يبقى الوالدين والاخوات الولاد والبنات، are called your family، دول بقى اسمهم ايه؟ family friends، family members يعني اعضاء او افراد الاسرة. طبعا هي هناخد members اللي هي افراد او أعضاء الأسرة. طبعا cousins أولاد العم، orphans معناها أيتام اللي هي جمع يتيم، اللي هو من فقد الأب أو الأم. number 7، my favorite book is، كتابي المفضل، favorite مفضل، وبوك طبعا كتاب. كتابي المفضل is treasure island، دي اسم قصة اللي هي جزيرة الكنز. تمام، دي طبعا على أولى ثانوي السنة دي. فهنا هنقول إيه بقى؟ cold يا بارد، cold يدعى أو يسمى أو ينادى اللي هي اسمها يعني، pulled يجر أو يسحب، scored يحرز هدفا. طبعا احنا هناخد letter B اللي هي cold، is cold يعني اسمها treasure island، جزيرة الكنز. number 8، your brother is your parents، خباك من السؤال ده بقى، وطبعا ده جاي من كتاب برضو الورك بوك، كتاب الوزارة. your brother أخوك is your parents، هيقرب إيه بقى لوالديك؟ أخوك دوت بالنسبة لبابا وماما هيبقى إيه؟ طبعا ابنهم اللي هو son. وخلي بالك إن son هنا تنطق زي كلمة شمس، بس الحروف هنا مختلفة في الأو. طب لو قالك أختك بقى، كنا هنقول daughter اللي هي ابنة، sister اللي هي أخت، وأنكل عم أو خال. ادخل على number 9، my uncle's child، ابن عمي بقى او ابن خالي، is my هيكون طبعا ده cousin،
cousin اللي هو ابن العم أو ابن الخال أو ابن العمة أو ابن الخالة وهكذا. Number 10 إيه بقى؟ Work is work you do for free. العمل اللي انت بتعمله مجانا بدون مقابل. ده هيكون hard صعب، easy سهل، manual يعني يدوي، voluntary اللي هو العمل التطوعي، وطبعا من اسمها معروفة ان هي هتاخد voluntary. voluntary اللي هي العمل التطوعي اللي هو بيكون for free بلا مقابل. نكمل باقي الصفحة. انزل بقى على number 11. He arrived at school 7 o'clock. من غير ما نقرأ حروف الجر يا شطار، احنا عارفين ان الساعات بتاخد حرف الجر at. الساعات بتاخد at. امال بقى الشهور والسنين in. امال on مع الايام والتواريخ. يبقى عشان دي 7 o'clock ساعة خدنا at. Number 12. ايه بيتكلم بيسأل بيه يعني، فبيقول له What are your نقط؟ إجابة بي بقى بيقول له reading and playing football. طالما قال له القراءة ولعب الكورة يبقى بيسأله عن subjects المواد الدراسية، طبعا لا. hobbies الهوايات، يبقى هناخد hobbies. hobbies اللي هي الايه؟ الهوايات. foods طبعا أطعمة، وclubs النوادي. يبقى what are your hobbies؟ ما هواياتك؟ قال له reading القراءة and playing football ولعب الكرة. آخر بقى سؤال اللي هو 13 في بيج 24 في صفحة 24 الوحدة الأولى listen 1 and 2 كتاب جيم. لميا and هاني are my. لميا وهاني هيكونوا إيه بقى؟ my sisters إخواتي البنات، طبعا في ولد وبنت. uncles أعمامي أو إخوالي. cousins ولاد عمي. aunts عماتي أو خالاتي. طبعا ما فيش غير كلمة واحدة بس اللي هي cousins عشان بتاخد مذكر ومؤنث اللي هي cousins اللي هي أولاد العم أو بنات العم أو أولاد الخال أو بنات الخال. يبقى خدنا cousins في number 13. ندخل بقى على unit 14 تابع برضو الوحدة الأولى listen 1 and 2. تعال بقى على time to practice. لسه مع برضو الوحدة الأولى listen 1 and 2 my family and me أول أعدادي 2022. 1 my is today I am 10 years old. طبعا بتكلم عن عمر بقى أو سن، هيكون birthday عيد ميلاد، birthplace محل الميلاد المكان يعني، month اللي هو شهر، week أسبوع. وطبعا الأسئلة دي زي ما اتفقنا جاية في السنين اللي فاتت. طبعا طالما بتكلم عن عيد ميلاده يبقى birthday اللي هي اول اختيار letter A. letter A. 2 we not school at 7:30. 7:30 يعني الساعة 7:30 in the morning في الصباح. طب عندك بقى في الصباح دي يبقى احنا leave school بنغادر المدرسة. finish ننهي. start نبدأ. stay نمكث او نبقى او نظل. طبعا طالما في الصباح يبقى we start school يعني بنبدأ المدرسة الساعة 7:30 صباحا. Number 3 حبيبة works at a hospital no money. حبيبة بتشتغل في المستشفى بدون فلوس يعني مجانا. هنقول for no money at by of. طبعا دي هنا for لان احنا اتفقنا ان دي بتكون محفوظة من الاكسبريشنز اللي عندكم يا شطار. Number 4 Your mom and dad are your الأب والأم هيكونوا إيه بقى؟ Grandparents اللي هم الجدود. Grandchildren الأحفاد. Parents الوالدين طبعا. وcousins دي معناها اللي هم أبناء العم زي ما اتفقنا أو بنات العم. يبقى خدنا leader C. نكمل الجزء الباقي. تعال بقى على number 5 is a game for two people لشخصين اتنين بقى. لعبة لفردين او شخصين. football طبعا عارفين دي عايزة فريقين بقى. handball اللي هي كرة اليد برضو محتاجة فرق. chess الشطرنج volleyball اللي هي الكرة الطائرة برضو دي محتاجة فريق.
فريق قصاد فريق يعني. يبقى احنا هناخد تشيس اللي هي لعبة الشطرنج. Number 6. My father two football matches on the radio. يبقى ايه بقى للماتشات دي على الراديو؟ يبقى اكيد يستمع. يستمع يعني listens. ولاحظ ان listens اخرها اس اللي بتيجي مع الفاعل المفرد في المضارع البسيط. يبقى my father listens to football matches on the radio. ادخل على number 7. My friend is 15. My friend is ايه بقى 15؟ aged يعني يبلغ من العمر. Called يسمى او يدعى او ينادى. Pulled زي ما قلنا يجر. Given يعطى. يبقى هنا is aged. Aged يعني يناهز او يبلغ من العمر. 15 يعني 15 سنة. Number 8. Swimming اللي هي السباحة is my hobby. I like it. انا بحبها. طالما بحبها يبقى دي busy مشغول. Fast سريع. Expensive غالي. Favorite يعني هواية مفضلة. واحنا طبعا هناخد favorite. يبقى swimming is my favorite hobby. هواياتي المفضلة. I like it يعني انا بحبها. Number 9. Our parents are. والدينا او الاباء يعني والامهات. Are يكونوا of us. Because we work hard at school. لاننا بقى بنعمل بجد وبنجتهد في المدرسة والدراسة. Free حر. Favorite مفضل. Busy مشغول. Proud ودي الاجابة طبعا. Proud of us يعني فخورين بينا. بيفخروا بأبنائهم. Proud وبتاخد حرف الجر of. Proud of فخور بي. 10. A group of people مجموعة من الناس who play music اللي بيلعبوا موسيقى together مع بعض بقى is called a. الناس اللي بتعزف موسيقى مع بعض دول اسمهم ايه؟ pin سلة قمامة. pack اللي هي الخلف او الظهر. band فرقة موسيقية. pond بركة او بحيرة او حمام سباحة. طبعا هتكون band اللي هي leader. c band فرقة موسيقية. ونكمل الجزء اللي باقي. ده كده اخر بيج 25. برضو تابع lesson 1 and 2 من كتاب جيم الوحدة الاولى. هنكمل بقى من question number 11. ماهر dots نقط يعني football with his friends on Friday. ماهر بقى بيعمل ايه في football؟ goes gives plays does. طبعا دي لعبة يبقى بالتالي هناخد plays. وبرضو لاحظ الاس بتاعت plays مع ماهر لانه مفرد. ده زمن present simple مضارع بسيط. Number 12. These brothers are the same age. الاخوات دول نفس العمر او السن. يبقى they are هيكونوا ايه بقى؟ cousins ولاد عم. sisters اخوات بنات. twins توأمين او توأم. يبقى طبعا اللي هتكون الاجابة اللي هي twins. وبيرنس الوالدين. يبقى طالما نفس السن هيكونوا twins يعني توأمين. 14 او 13 بقى اخر سؤال في الصفحة دي. I like English very much. My sister likes it. خلي بالك بقى هنا بقول لك I like واختي كمان likes. طالما الفعلين يعني اثبات الاثنين او الاثنين بيحبوا الحاجة هي هي يبقى هنقول to. يبقى ايضا في الاثبات to. ايضا في الاثبات زي ما قلنا. ايضا في الاثبات هناخد ايه؟ to. طيب امال neither دي ايه بقى؟ neither دي معناها لا ولا يعني ولا حاجة من الاثنين. طبعا to دي معناها الى وto دي معناها رقم اثنين. يبقى خلي بالك من الحتة دي تاني. لما نكون بنحب الاثنين او الجملتين مثبتتين هناخد to ايضا في الاثبات. خلصنا كده 25 وهنقلب على الجزء اللي ورا. ندخل على بيج 28 صفحة 28. برضو تابع lesson 1 لسه و 2 my family and me. اولى اعدادي 2021 22 الترم الاول. هنبدا كده بتشوز number 1. هدى is their grandmother. she loves not so much.
يبقى هدى بقى هتكون ايه بقى؟ she loves our they them their. طالما هبة او هدى دي المفروض هنا is loving طبعا او هنا او loves their grandmother يبقى she loves اكيد هتبقى her او their عشان السؤال ده كده فيه ميستيك يا شطار. يبقى زي ما قلنا كده الكلمة دي هتبقى loves تمام وgrandmother المفروض هتبقى grandparents يعني هنخليها هنا جمع لان السؤال ده كده فيه ميستيك يبقى نقول she loves them so much. ليه بقى اخدنا them؟ لان ده ضمير المفعول الوحيد. طب لو كانت grandmother لوحدها كنا هنقول she loves her يعني بتحبها جدا اللي هي جدتها بقى لان her طبعا بتيجي في صفات الملكية بمعنى ملكها وبتيجي كمان في ضمائر المفعول بمعنى هي في المفعول به. يبقى لو قلنا هو ده loves their أو her grandmother يبقى هنقول هنا she loves her so much. بس هو جيب لي هنا كمان their وther بتيجي يعني مع الجمع يبقى هنقول المفروض دي grandparents هنعتبرها جمع وهناخد she loves them. إنما زي ما قلنا السؤال ده كده في mistake يعني السؤال ده في خطأ. ادخل على نمبر 2 throw the pool to please I am waiting. طالما I am waiting يبقى ارمي لي انا الكرة و to هنا هتكون محتاجة برضو ضمير مفعول اللي هو to me يبقى throw the pool to me ما ينفعش اقول to I ولا my ولا mine. number 3 clap for the football players. clap اللي هو يصفق played very well يبقى هم لعبوا جيدا. طالما هنا بتكلم عنهم هم يبقى بتكلم عن ضمير فاعل وفاعل يعني هم او هن they مال their ملكهم و theirs برضو ملكهم بس ده ضمير ملكية غير متبوع يعني ده يجي بعده الاسم او their car مثلا او their school انما ده لا و them ده ضمير مفعول. اوكي نمبر 4 that is father car. طالما father car سيارة الأب يبقى أنا عايز هنا صفة ملكية يبقى أقول my father car. طب ليه ما قلناش mine؟ لأن mine لا يتبعها الاسم ما يجيش وراها اسم الشيء المملوك. أوكي نمبر 5 منير and مصطفى are twins يبقى الاثنين دول twins يعني توأم أو توأمين. sister is called رضوى يبقى منير ومصطفى الاثنين دول توأم واختهم بقى يعني عايز اقول ملكهم. طالما ملكهم يبقى their sister. طب ليه their؟ لان الاثنين هنا جمع لو كان واحد لوحده كنا هنقول his sister انما الاثنين يبقى their sister اختهم دي صفة ملكية متبوعة. number 6 هنا احمد bought a new dress for daughter. احمد اشترى نيو دريس فستان جديد عايز اقول لك لي دودر بنته او بنته يبقى فور هيز دودر يعني هيز ملكه وهيز دوتر يبقى بنته. نمبر 7 اي ليف ان الكساندريا ويز بيرنتس اي يبقى انا عايش مع ماي اي انا في الفاعل بتاخد ماي في الملكيه يبقى عايش مع ماي بيرنتس والدي. number 8 this room belongs to my daughters الغرفة دي تخص بقى بناتي its يعني عايز اقول لك ملكهم او ملكهن طالما ملكهم او ملكهن يبقى theirs. طب ما خدناش their ليه؟ لان their دي بيتبعها اسم الشيء المملوك theirs اللي اخرها اس دي لا يتبعها اسم الشيء المملوك. 9 I am 1 year older than أنا أكبر بقى بسنة than من he has she him يبقى than him عشان أكبر منه أكبر إيه منه. إحنا ما زلنا في بيج 28 صفحة 28 هننزل بقى على الجزء اللي بعد كده بس نرفع الكتاب ونرجع لكم. تعال بقى على الجزء الأخير هنا read and correct the underlined words يعني اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط. number 1 طارق is my cousin يبقى طارق دوت ابن عمي. today is him birthday
طبعا هيم هنا ما تنفعش لان دي معناها هو للمفعول، انا عايز اقول ملكه، ملكه يبقى هنقول his birthday، his birthday. Number two, can me have my pen please. Can me دي ما تنفعش هنا، عايز اقول لك هل يمكنني، يبقى can I، can I. ده طبعا استئذان وطلب مهذب، ما ينفعش كان مي دي. 3. It's not your watch. دي مش ساعتك. watch هنا مش معناها يشاهد، خلي بالك، معناها ساعة يد. It's me. لا، مي دي معناها أنا، إنما أنا عايز أقول إنها ملكي. هقول It's mine. It's mine. وليه mine مش my؟ لأن mine هنا جاي في الآخر ولا يتبعها اسم الشيء المملوك. يبقى It's إيه؟ mine. وخلي بالكم الحاجات الصغيرة المهمة دي. Number 4. The car belongs to Mr. Smith. السيارة دي بقى بتاعت أو تخص Mr. Smith. يبقى It's him. لا، ملكه. It's his. ملكه يعني إيه؟ It's his. وطبعا his بتمشي الاثنين، يتبعها الاسم ولا يتبعها، يعني صفة ملكية وضمير ملكية. This book belongs to mine. ما ينفعش بقى belongs to mine دي، belongs to me. ليه me هنا؟ لان هنا انا عايز ضمير مفعول جاي بعد حرف جر، انما احنا خدنا هنا mine لان دي كان ضمير ملكية، هنا ده مفعول. Number 6 هنا، some of these clothes، بعض من هذه الملابس، are yours، ملكك. and the rest of it، rest بقى الباقي، هنا مش معناها يستريح، الباقي بقى مش ينفع اقول of it belongs to زياد. ليه ما ينفعش it؟ لان clothes جمع، clothes دي جمع، والجمع مش هياخد it للمفرد، يبقى the rest of them. وليه them؟ زي ما اتفقنا برضو ان ده ضمير مفعول. وبالتالي كده خلصنا يا سنة أولى إعدادي صفحة 28 في كتاب جيم الترم الأول 2022، كمل الجزء اللي بعده. تعال بقى على time to practice، لسه برضو مع lesson 1-2. هنا برضو هندخل على choose number 1، بس دي بقى page 29 يعني 29. The children are going to the zoo with friends. Children جمع، يبقى عايز اقول مع اصدقائهم، يعني عايز اقول ملكية للجمع، يبقى هنقول their friends. 2. She's my best friend. هي صديقتي المفضلة. and hobby is tennis. وهوايتها، يعني عايز اقول لك ملكها، ملكها للبنت اللي هي ايه؟ her. her hobby. طب لو كان ولد كنا هنقول his. طب انا كنت هقول ملكي my، وملكك يور او ملككم طبعا، يعني بتمشي مفرد وجمع. ادخل على نمبر 3. This is my aunt. دي عمتي. names امال، عايز اقول لك اسمها، وعمتي دي مؤنث، يبقى هاخد her name. her names امال. ادخل على نمبر 4. grandfather arrives at 5 o'clock. الجد بقى هيوصل الساعة 5. Let's go to meet الجد، هنقابله، نقابله. meet him. ليه meet him؟ لأن meet ده فعل، والفعل وحرف الجر بياخد ضمير مفعول، فسوف نقابله. meet him. ما ينفعش أقول ملكه ولا هو في الفاعل، لأن دي تيجي في أول الجملة بس مكان grandfather. وطبعا here ملكها للبنت. نكمل الجزء الباقي في الصفحة دي. ادخل بقى على نمبر 5. Those are my friends' bicycles. دول بقى البايسكلز، الدراجات، العجل يعني بتاع أصدقائي. they are عايز أقول ملكهم، ملكهم يبقى theirs. طب ليه theirs؟ لأن جاية في آخر الجملة، ملكهم للجمع، وجاية في الآخر ضمير ملكية غير متبوع. my friends and parents came to watch me playing in the school band. يبقى أصدقائي ووالديهم جم بقى عشان يتفرجوا عليا وأنا هنا بعزف، playing أعزف في school band، الفرقة الموسيقية المدرسية. يبقى هنا هقول أصدقائي and their parents، ووالديهم.
Number 7. Ali has a car. Color is red. أنا هنا بتكلم بقى عن لون علي ولا لون السيارة؟ لون السيارة. يبقى هقول ملكه لغير العاقل. It's. الله. طب ما خدتش it's ليه يا مستر اللي فيها apostrophe دي؟ لأن دي هنا معناها هو يكون لغير العاقل. ما تنفعش. أنا عايز ملكية. أو it's color. لونها is red. ادخل على number 8. سيد is uncle. He's a doctor. سيدتي هيكون عمي يعني ملكي يعني my uncle. 9. سامي هاني and إماد are brothers. كل دول اخوات بقى at my school. هم كلهم في مدرستي. هقول them للمفعول زي للفاعل بس هقول هم at my school في الانجليش لازم يكون في فاعل وطالما في فاعل يبقى من الاخر كده هناخد they are اللي هي letter D هم يكونوا at my school ما ينفعش اقول زي لوحدها خلي بالكم اوعوا تغلطوا الغلطة دي ندخل على اخر جزء في البيج دي اخر بقى بيج 29 اولى اعدادي Listen 1 and 2 الوحدة الأولى 2022 Can I borrow you pen please? ينفع أقول you أنت قلم؟ لا عايز أقول لك قلمك يعني ملكك يبقى your 2 Selma likes hers English teacher خلي بالك من الإس دي بقى هي دي المشكلة هنا الإس دي لو جت ما ينفعش نجيب وراها اسم طب طالما في وراها اسم يبقى هنشيل الإس ونقول her بس بدون اس 3 tell me about you family ما ينفعش you family انت اسره عايز اقول لك اسرتك او عائلتك يعني your family number 4 the house is our it belongs to us البيت ده يخصنا يبقى هو منزلنا بتاعنا وطالما جايه في الاخر يبقى لازم يكون فيها اس يبقى ours وزي ما اتفقنا اللي اخرها اس دي ما يجيش بعدها اسم اللي اخرها اس ما يجيش بعدها اسم وهي هتيجي هنا في اخر الجمله اخر سؤال هنا بقى بقول لك 5 سميره is my sister and his only hobby طب سميره دي بنت هقول ملكه ما ينفعش طبعا من غير ما اكمل يبقى هقول ملكها يعني her only hobby وهواياتها الوحيده is playing video games يعني لعب ألعاب الايه الفيديو كده خلصنا بيج 29 وهنكمل الجزء اللي بعدها دي بقى يونت 31 اللي فيها general exams او exercises on lessons 1 and 2 وهنبدأ بالمحادثة فهنطلع الكتاب كده شوية عشان بس نشوف الايه المحادثة كاملة مع بعض ونقف كده ونكملها مع بعض تعال نبدأ بالمحادثة بتاعتنا المحادثة هنا بيقول لك complete the following dialogue يوسف بيكلم أحمد يوسف بيقول hello أحمد how are you كيف حالك أحمد بيقول له hello fine نقط طبعا ما حد يقول لك how are you هتقول له حاجة من اتنين يا اما fine thanks أو fine thank you هنكمل الأول قراية المحادثة كاملة عشان نتعلم بنحلها ازاي من غير ما نجاوبها وبعد كده نبقى نجاوب الأسئلة مع بعض تمام؟ هنا بيقول لك to not you get up قال له I get up at يبقى بدي له وقت يبقى كان بيسأله عن الزمن يعني متى اللي هي when أو what time هيقول أنا بستيقظ at not طب how do you go وسأل سؤال قال له I go to school on foot يبقى عرفنا أنه هو كان بيسأل هنا عن كيف تذهب إلى المدرسة رجع بقى قال له What's your favorite subject? What's your favorite subject? ما هي مادتك المفضلة؟ قال له My favorite subject is وقال له إجابة قال له I also like it very much مش حدد لنا بقى الإيه؟ المادة وبالتالي هنكتبها إحنا زي ما إحنا عايزين تمام؟ تعالوا بقى كده نبدأ نحل مع بعض القطعة ونملأ الفراغات المطلوبة مننا اللي هي خمس فراغات زي ما احنا عارفين أول حاجة Hello أحمد How are you كيف حالك Hello Fine يما هتقول له بقى
thanks أو thank you. Thank you. Fine, thank you. طبعا هو حط النقطة هنا فعادي لو مكناش حطناها هنا. يوسف do you أو هنا you get up. قال له I get up at. يبقى هيقول له متى تستيقظ. يبقى هقول له when أو what time. هنخلينا في when. طبعا من غير حرف فعل مساعد ما ينفعش. لازم أكتب when do you get up. متى تستيقظ. I get up at. ادي له بقى أي وقت. يعني قول له مثلا at 7 o'clock. 7 o'clock يعني الساعة 7 صباحا. How do you go. هنا في الإجابة كان بيقول له I go to school. يبقى how do you go هنقول له هنا to school يعني كيف تذهب إلى المدرسة. What's بقى your favorite subject. قال له my favorite subject is. اكتب بقى اي مادة تعجبك Arabic, English, Science زي ما انت عايز. لان هو تحت هنا ما حددش. انما لو قال لك I like بقى Arabic او English يبقى لازم كنت تكتبها هنا. خلي بالك. يبقى كده خلصت المحادثة في الجنرال Exercises على Lesson 1 و 2. نكمل الجزء الباقي من الصفحة. Question بقى number 2. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Question number 1. Is my father or mother's sister. يعني أخت ماما أو أخت بابا. دي هتكون اسمها إيه؟ Uncle, son, aunt, daughter. اللي هي الإبنة يعني. طبعا هتكون دي العمة أو الخالة. اللي هي aunt. Letter C. 2. صلاح and Ali are brothers and aged 12. إخوات وعندهم هما الاثنين 12 سنة. يبقى معنى كده الاثنين إيه؟ كابل زوج وزوجة. twins توأمين أو توأمان. طبعا دي الإجابة. طالما الاثنين نفس السن وإخوات يبقى twins توأمان. أمال يعني دبل؟ يعني اثنين من نفس النوع. تمام. وبيرز معناها ثنائيات اللي هي الحاجة اللي بيكون فيها فردة يمين وفردة شمال زي الشوز وزي الشرابات والحاجات دي. ادخل على نمبر 3. Your father's father. والد والدك. Is your هيكون ايه بقى بالنسبة لك؟ grandmother جدتك. cousin ابن عمك. brother اخوك. grandfather جدك. طبعا من غير كلام هيكون grandfather اللي هو الجد. ادخل على نمبر 4. Famous people usually have a life. الناس الفيموس المشهورين دول عادة بيكون عندهم ايه بقى حياة ايه؟ They have no time to relax. ما عندهمش وقت يستريحوا فيه. طبعا ما عندهمش وقت يبقى الناس دي busy. يعني ايه busy؟ يعني مشغولة. تمام. امال يعني strange غريب وpoor فقير ونورمال شخص عادي. نمبر 5. My book is called Jim. عايز اقول لك كتابي المفضل. وطبعا جيم اللي احنا بنحله دلوقتي والاعدادي. My favorite book اللي هو كتابي المفضل. اللي هو كتابي المفضل. ونكمل الجزء الايه اللي بعده. يعني احنا قلنا هنا 5. My book is called Jim. يبقى my favorite book is called Jim. كتابي المفضل. هنكمل باقي الصفحة. نرفع بس الكتاب شوية كده عشان ندخل على آخر جزء في الصفحة دي اللي هو question 6 و 7. 6 بيقول لك he plays the piano in a famous. بيعزف بيانو famous ايه بقى؟ band فرقة موسيقية. band اللي هو يتني أو شيء منحني. bank اللي هو البنك. وpink اللي هو اللون الوردي. طبعا معروفة اللي هي باند الفرقة الموسيقية. ودي في حفظ الكلمات. 7 بقى we should some voluntary work to help the poor. المفروض بقى نعمل بعض الأعمال التطوعية والعمل التطوعي عشان نساعد poor الايه الفقراء. make ولا do؟ لا طبعا do. do voluntary work. do voluntary work. ونكمل الجزء اللي بعده. اخر جزء بقى في Lesson 1 and 2 من الوحده الاولى يونت 1.
ليه بيج 32. نمبر 8 This dress is Ola's. Ola's الأبوسترف إس دي أو أبوسترف إس دي في آخر الجملة أو في الآخر معناها ملك علا، يبقى إتس أكيد ملكها، وملكها بضمير الملكية اللي هو مش بيتبعه اسم يبقى هيرز. 9 أمجد takes daughter to the fun fair. Fun fair اللي هو المعرض أو الملاهي. To play and have fun، عشان تلعب وتمرح. يبقى كده takes عايز أقول لك ابنته، ابنته يعني ملكه اللي هي his daughter. 10 This isn't our pool. دي ليست كرتنا. ايه بقى؟ is black and white. يبقى عايز اقول لك بتاعتنا احنا لونها كذا وكذا. خلي بالك بقى هقول لك ملكنا اللي هي ours. ours. انزل بقى على الجزء اللي هو السؤال نمبر 3 read incorrect، اقرا وصحح. نمبر 1 it's me book. ما ينفعش اسمها انا بوك، انا في المفعول، يبقى لازم اقول لك it's my book انه كتابي. 2 هدى and عمر love them parents. مش ينفع love them وبعدها اسم، دي مفعول، انا عايز ملكيه، يبقى love their parents بيحب والديهما. A بيسال B بيقول له what is نقط name، قال له it's اماني، يبقى مش هقول له his بقى، هقول له يا اما ما اسمها يا اما ما اسمك. يعني هنا ينفع تقول what's your name هيقول لك it's اماني، او ينفع تقول what's her name ما اسمها هيقول لك برضو اماني. 5-4 the dog had his breakfast. طب دوج دوت غير عاقل، وغير عاقل مش هنقول his، هنقول ملكه لغير العاقل اللي هو it's. طب it's دي يا مستر ليه عليها apostrophe ولا من غير؟ لا طبعا من غير، لو حطيت apostrophe هنا هتبقى معناها هو يكون لغير العاقل، يبقى it's هنا. طيب كده lesson 1 and 2 انتهى، باقي بس الجزء الصغير اللي هو بتاع الباراجراف، وده ان شاء الله هيبقى لنا وقفة معاه، انتظروه في الاجزاء اللي جاية بإذن الله. كده هنقف في الجزء دوت لغاية هنا عشان مش نطول عليكم، وكالعادة ما تنسوش بقى يعني دعم قناتكم، اشتراك، لايك، شير، كومنت، وكمان ما تنسوش دعوة لأصحابكم، ودعواتي لكم بالتوفيق دايما والنجاح. مستر محمد الجاهز.